إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. حنا الآن كنتواجدوا في منطقة البرنوصي، بالضبط من سيم ومن مؤخرا كنا كنشوفوا بزاف ديال لي لايف على هذه المنطقة. يعني السلطات المحلية كتقوم بحملات على احتلال الملك العمومي. صراحة ما عرفتش علاش نساو هذه البلاصة، وهذه البلاصة اللي باينة والناس دايرة شكايات على الانتشار العساس اللي باني بركة عشوائية كيف كتشوفوا معنا. يعني الناس متضررة من هذه القضية، ويوميا كتمشي عند القيد ومازال ما دار والو في هذا الشيء كيف كتشوفوا معنا على المباشر. ناخذوا احد من الساكنه اللي غيشرح لينا هذا الشيء اللي واقع في هذه المنطقه هذه. اولا اخويا السلام عليكم ومرحبا بك على قناه شوف تي في. اخويا تقابلوا قدام هذا الشيء العشوائي. مؤخرا كنا كنشوفوا حملات على الاحتلال الملك العمومي. صراحه ما عرفناش علاش نساوكم. صراحه ما عرفناش علاش نساوكم هاد الناس، وانتم ديجا دايرين شكايات. السلام عليكم خويا، كنشكر قناه شوف تي في اللي كتحيد بحال الدوسخ وبحال هاد الطغيان. خويا كنشوفوا ان كاين تحرير ديال الملك العام سيدي مؤمن. سيدي مؤمن كله تحرر من الراس حتى للراس. لا تسمحوا لي الدراري، جات حتى لهاد البلاصه اللي هذا الشارع وملك عام جردة، وهاد السيد ناضبنا لينا بالركه هذه غير البدايه. 19 عام وحنا كنتقاتلوا مع هاد السيد، كان دير لنا الخبز كارم، كان دير لنا هنا الحمير، كان دير لنا حشاكم الحمير، كان دير لنا الطوب، ما كيخلي ما داير هاد السيد. هاد كيجلسوا هنا الناس كيبقاو حتى 4 الصباح كيلعبوا الكارطه. الكلام 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 اللي ما تسمعوش، كنكونوا مريحين مع والدينا 3 الصباح 4 وباقي الضحك باقي النشاط. اي مهمه كيقدمها الحارس الليلي هاد السيد ما كيقومش بها. الحارس الليلي كيديروه بلا تلوث، كنهضر بقرحه حيت هادشي راه كيهمني. راه الشارع ديالنا واش راجمنا كيطلو. كتبغي الوالده ديالي تنشر الحوايج، عينيها في عينين بنادم كيشوف فيها هكاك، كتعرف ان المراه في دارها كتبغي تاخذ الحريه ديالها في اللبس. حنا مع لا امي لا اختي لا اي واحد ما عندوش الحريه. حنا كندورو بالحوايج في الدار، العيالات كلهم لابسين. علاش؟ حيت كلشي هنا كيجلس كيتقاود مع الشرجم. وعندي شكايه مسيني فيها الموبل ديالنا كامل، ان هاد السيد ما لايقش لينا. هادي جردة وهاد السيد باغي يعاود يبني لينا بالراكه. وكشفنا في الفيديو ان السيد القائد كيحرر الملك العام وكيحرر الملك العمومي، هو اللي مرأس اكبر حمله. علاش هاد البلاصه ما شافهاش؟ بغينا نعرفوا علاش هاد البلاصه هي الوحيده اللي ما شافهاش. انا بغيت نعرف غير السبب. هاد البلاصه بوحدها ما كتنقى، هاد البلاصه بوحدها ما كيطبق عليها القانون. واش حنا في بلاد ديال القانون ولا ماشي في بلاد ديال القانون؟ الا درت هاد الفيديو وهاد البلاصه ما دارش لها حل، فراه كلشي باين، فراه كلشي باين. حسبي الله ونعم الوكيل فهاد السيد. حنا ولينا باغيين اخويا، ولينا اخويا باغي نبيعوا الدار على قبل هاد الشيء. اما ولا واش حنا اخويا اللي شارين هنا ولا هاد العساس؟ الا كذبتيني اخويا، انت دابا راه غايشوفوا الفيديو، دير واحد الربع ايام وجي عندي في الليل ياك، وطلع وتسمع الهضره والكارطه كتلعب ليه يوميا شاك جور. عرفتي بنادم اخويا كيجي هنا مع تسعود كيبقى حتى لنصاصات الليل حتى 4 الصباح. حنا راه عينا اخويا، راه طبنا. انا وليت اخويا مهدد، وليت ما تعرف هنا تهضر على حقك تخاف على راسك. انا كنقول الا طرات لي شي حاجه راه السيد هو سبابي، حيت انا اللي كنهضر، انا اللي كنهضر هنايا. ولينا مخلين خدمتنا، مخلين المستقبل ديالنا، مخلين كل شيء على قبل اخويا. هادشي درنا اخويا شكايه، قال لنا القايد، درنا اخويا شكايه، مشى الوالد عند القايد قال له ان شاء الله راه غدا مع 12 سي وديع. قال لي راه ان شاء الله غدا مع 12 راه غيجي وغيجي بالاعوان ديال السلطه باش يحيدوا هادشي. وانا درت هاد الفيديو باش الا ما جاوش غدا راه كل شيء باين. الا ما جاوش لا الوالد نهضر على حقي، الله الوطن الملك، الله ينصر سيدنا الملك اللي كاين. الا ما جاوش اخويا راه كلشي باين. انا راه كنهضر بقرحه، راه صوتي يقدر يبين لكم كلشي. فاش جيت عنده قبيله ويدير لي واحد الحركه نابيه، قال لي حطيتها بواحد الحركه ما كدارش. اذا الانسان ملي كيهضر في الثقه بالثقه في النفس الا هو عنده اعوان من وراه كدعمه. وحسبي الله ونعم الوكيل اخويا. ها الوالده تقدر تشرح لك. اجي يا محمد امين تعال تعال اخويا، راه من 2005 كانت واحد البراكه هنايا. علاش مازال كنشوفوها؟ اسمعني اسمعني، كانت اخويا واحد البراكه هنا مبنيه غير بالقصدير والباريط والبنوات. اللي لاح شي بنو كيجي كيتقل به القصدير. حيدوا الدراري سمحوا لنا الله يرضى عليكم. اللي حيد شي بنو، اللي حيد شي بنو كان هذا السيد كيجي كيتقل به القصدير ياك. نعم علينا الله بهاد الجريده، الله ينصر سيدنا هو اللي عطاه هادشي باش يتقاد لنا هاد الدنيا. حيت حنا عارفين ان المغرب من هنا لقدام راه غيولي في واحد الحله اخرى. هادشي ديال التهميش والكرارس والحمير والوسخ راه ما غاديش يبقى. وهاد السيد باقا ما بغاتش هاد العقليه تدخل ليه لراسو، ان راه المغرب راه تطور. هادشي ديال الوسخ والقصدير والسكن العشوائي راه سيدنا كيحاربوا،
وهذا السيد ما فهمتش باغي يدير لينا الحمير وعاوتاني رد لينا القصدير، علاش الله اعلم. الا قدرتي تلاحظ ان راه هذا البراكه اللي غتبنى راه واخده مترو اخويا، راه واخده مترو من 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 الجرده، وهذا ماشي. الا انت دابا درتي المطر هنا، هاد الناس الراجلين منين غيدوزوا؟ اوتوماتيكمون غينزلوا للشانطي، والا نزلوا للشانطي غضربهم الطوموبيل، وحنا عارفين ان هذا الشارع غيولي كيدوز الطوبيسات، غيولي شارع رئيسي. الا انت وقفت لهم المطر تما، هاد الراجلين منين غيدوزوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. خويا راه كاع الناس هنايا، كاع الناس باغا تهضر ولكن خايفين. انا ما كنخافش، حنا في بلاد الديمقراطيه، دوله الحق والقانون. اجي الوالده هضري، تعالي قولي كاع داكشي اللي دار. خويا كلشي هاد الجرده ملي سكنا دابا 19 عام باش سكنا، كان هاد في البلون يعني هذه الجرده مازال ما داروا فيها والو، مازال ما داروا فيها والو، ولكن غادا كيصايبوا فيها. السكينه كلشي فرحانه لهاد هاد الجرده، ولكن شتي هاد السيد هذا رزقه اي حقا، ولكن خاصو ينظمو، خاصو ينظمو. لا نظمو هو، تنظمنا حنا. واش حنا ننظمو وهو يكرفص؟ ان ولادنا كيتكرفصوا، خاصو يحيد هادشي ديال الحديد والكرارس والطريبورتوراس، يحيدو هذيك عيشو يبقى فيها الله يسهل عليه، ولكن بالنظام وبالاحترام والتجمع اللي ما عنده ما يدير يتم جاي هنا. الا هادو كاع السكينه ديالنا، واش من ضروره اخويا ها؟ تتجمع كاع المهم 20 عام ما تمشي لا قهوه ما تتجمع حتى مع شي واحد. واش كتعجبك هادشي؟ والله يا فو صافي اش نقول؟ حنا ما بغيناش نقلعوا ليه رزقو، ولكن ينظموا. نعم ما قلتش ينظموا، حيت وليداتنا كاع كيحطوا المطر ويحطوا طوموبيلاتهم، ولكن بالنظام. النظام عند مشينا عند القيد واستقبلنا الله يجازيه بالخير، وقال لنا غدا غنجي غنأدي الواجب ديالي. يعني انت درت الشكايه ديالكم؟ ها؟ انت درت الشكايه ديالكم؟ درناها يومين هذه، ولكن الشكايه راه دافعه هاد السيده، ونظمت لنا واحد السيده ما ساكناش معنا في الموبل، الموبل اللي من هي نظمت لنا باب العماره، كانوا دايرين لنا هذاك الشيء باب العماره، ومراه الله يجازيها بالخير نظمت لنا. ولكن هنا شي كيخاف وشي ما كيخافش. باش كطالبوا نتوما اليوم؟ كنطالبوا يحيد لينا هذا الحديد من قدام شراجمنا، وينقي الدنيا، ينقي الدنيا، ويحيد هذا المطر، ويكون تسمعوا تخسر الهضره، تسمعوا بزاف الحوايج بالليل قدام وليداتكم، ما تقدرها الوالده تنشري الحوايج ما نشروش. كاين اللي ما عنده ما يدير مخلي ولادو ومرتو بعيده على السكينه ديالنا، والسكينه ديالنا ما كتجمعش معاه، كنجمعوا البراني، البراني يمشي للقهوه يمشي لدارو. كاين المرافق عموميه اللي يريح فيهم هادشي اللي ما نقول لك انا، ولا مرفق عمومي حنا ما قطعيش لي رزقو، حيت الله سبحانه وتعالى اللي عاطينا، حتى حنا عايشين برزقنا. ما كاينش والو طاغيه، قال لك انا غنحط. شنو تقول لكم العساس ما كتمشيو عندها بزاف اخويا؟ ما كيعطيكش، ما كيعطيكش راس الخير بلاتي يا ولدي، ما كيعطيكش راس الخير. كيفاش ما كيعطيكش راس الخير؟ شنو تيقول لك زعما كتمشيو عندو حيد هادشي؟ شنو تيقول؟ تيقول لك ان شاء الله واخا غندير من هنا من هنا النهار نوجد الفلوس. اش غتوجد الفلوس وانت ساكن في انت وجدتي الفلوس دير واحد البلاصه زوينه. العساس هذا هو الدرب هنا ولا لا؟ ما كيسكنش هنا كاع، لا ما ساكنش والو. المطالب ديالكم اخويا حنا كنطالبوا بان هذا العساس، شتي هذه القضيه اللي كيقول لك تنقي، حنا ما بغيناش هذا السيد يبقى عندنا هنا. بغيت انا كايتها الناس، شرينا النهار الاول فاش الوالد بغى يشري البروجي قالوا لي راه قدامك جرده، ماشي قدامك مزباله، ماشي قدامك القصدير او الماطر. الله يجعل البركه من 2005 حتى 2024، الله يجعل البركه. راه غير عام يدير فيه بنادم الفلوس خويا. حتى حنا خلينا نطلوا، نطلوا على الربيع، نطلعوا على بلاصه. عندي اختي صغيره تلقى فين تخرج، تلقى فين تلعب. حنا يلا نعم علينا الله، حنا كنا اكثر سكينه، اكثر موبلات محقورين هي مبروكه، اكثر بلاصه كانت كتعاني من التهميش. نهار اللي عفى علينا الله وسيدنا نصرنا بهاد الجرده، يجي هاد السيد يطغى علينا، راه حسبي الله ونعم الوكيل، راه حسبي الله ونعم الوكيل. حنا السيد القائد قال لك راه غدا غيجي مع 12 وغيحيد هاد الشيء، ياك يجي يحيدو. عرفتي علاش؟ حيت كيجيو عرفتي اش كيديروا معاه؟ كيديروا ليه خاطره وبديك القضيه ديال كيديروا ليه حيد من هنا سير لهيه. لا ما بغيناش ديك القضيه ديال حيد من هنا سير لهيه، بغينا قرار صارم اللي نصرنا حنا السكينه، حيت حنا اولى. حيت الانسان ملي كيمشي للعساس يعطيو الرخصه كيقولوا ليه الا زعجتي السكان غادي تسحب ليك، حيت الرخصه ديال الحراسه قابله للسحب. هاد السيد هذا اشنو غيزيدنا؟ غيعطينا الامان ما مامناش، غيعطينا الراحه هو اللي يدير لنا الصداع، غيعطينا النقاء هو اللي موسخنا. فين هما الشروط اللي كيشرطوا عليه نهار كيبغيو يعطيو الرخصه؟ ما كاين حتى شي شرط. اذا هاد السيد علاش غادي يبقى هنا؟
حنا ما بقيناش قادرين، امنا ولا اختنا ما بقاش قادره تخرج حتى للشرجم، والمراه المتنفس الوحيد ديالها هو الشرجم. واش انا امي غتخرج للزنقه الا ما طلعتش من الشرجم تنفس؟ وقبيله ولدي الله يجازيك بالخير، من ولدي بدا كيهضر الساعه اللي حط هذا الشيء نزلوا نزلت عندنا واحد السيده الله يجازيها بالخير ساكنه معنا في الكطر في الطروازيام، قالت لينا في الليل خاص الساكنه تجمع رحنا ضرار لينا وعندنا شكايه من الكطريام حتى السفلي عيالات ورجاله مسينين عليها. والصلاة على الحبيب وشكرا ولدي الله يجازيك بخير. خويا كنتمنى هذا الميساج هذا وهذه الشكايه ما تدفنش، كيتدفنوا قبل منا بزاف ديال الشكايات، وانا راه كنثق في النزاهه ديال شوف تيفي وعارف ان شوف تيفي راه عندها شعبيه كبيره في المغرب وخارج المغرب، وحسبي الله ونعم الوكيل، وكنتمنى هذا الشيء ما يتدفنش والقناه